ده كلام مهم جدا، لكن يبقى هناك كلام كثير بعظمة لسانه. الحياة بعظمة لسانه روح الفار في زمن الاحتواء. دي قضية مهمة جدا أثيرت بعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالأمس. الأهلي تعادل، فقد نقطتين، بقاله فترة 4 مباريات محلية ما بيكسبش. مستر بيتسو هتتكلم قبل؟ طبعا انت ابو بيتسو لازم تتكلم. لا لا لا، سيبك من المناقشة الفنية دلوقتي. انا بس عايز اقول لقد فاض الكيل وطفح. هو مطلوب من الاهلي ايه، ولا جماهيره، ولا احنا كاعلاميين وعايزين نمشي الدنيا بالشكل يعني اللي بيطالب به الاهلي فقط، حدش تاني بيطالب انه يتحمل ويتجمل ويقول كلام طيب. لا، انت بتقول لي الحكم بشر، هذه الكلمه اصدق ما قيل عن التحكيم. هتقول لي ازاي؟ لان البشر فيهم الكويس، فيهم الوحش، فيهم العادل، فيهم الظالم، فيهم الامين، فيهم خائن الامانه، فيهم النظيف واللي مش نظيف. فانت لما تكون بتقول الحكم بشر، خلاص هنا اتعامل معاك بشر. ما تقلهوش، يعني ما تديلوش قداسه، ما تحصنهوش بقى. انت مديله قداسه ويرجع لما تغلط تقول يعني بشر. يعني اذا هو بشر.